هدى مشي مين هدى؟ طب كيف فعلت؟ لكن احنا قاعدين ندور عليكم انتوا. شوف شنو مشي ما ظهر الصوت خلاص. ليش هلا؟ لا بدنا نقعد عربي يمكن هيك احسن. هيا ابوك هنيك صار قاعد. تعالوا روحوا هناك. وين اجيب قاعد؟ يلا انت روح. طب احنا نشوف ازاي. لا مش معقول. مثل الغنم الشاعر الكبير نزار قباني لمدة أسبوع، والحمد لله في يمكن أكثر من 1000 شخص في الحجرة الليلة، وفي أشخاص كتير مستنيين إن هم يدخلوا الحجرة ويستمعوا إلى الشاعر نزار قباني. التلفزيون العربي الأمريكي بجنوب كاليفورنيا أن يستمع معكم في هذه الليلة الأمسية. ما في شك أنها أمسية أدبية، ودي من ضمن نشاطات التلفزيون العربي الأمريكي الفنية والثقافية والأدبية. لقانا اليوم مع شاعر عملاق أحب وطنه العربي وأحبه جمهوره، ولأول مرة بيحضر لكاليفورنيا بناء على طلب العصافير المهاجرة، ودي الكلمة اللي عرفنا بيها لكنت فرجته على برنامج التلفزيون في الأسبوع الماضي. ويقصد بالعصافير المهاجرة زي ما قالها إنها الجمهور العربي في المهجر. بيسعدنا إن إحنا نقدم جائزة تقدير للشاعر غني عن التعريف،
قدم للحب والسياسة والانتفاضة في أرض البطولة أعمق الأشعار. معنا الشاعر الكبير نزار قباني، وقبل ما اطلب منه ان يطلع على المسرح باسم التلفزيون بارجو من المخرج العربي العالمي الاستاذ مصطفى العقاد انه التفضل على المسرح علشان يقدم الجائزه، وايضا اطلب من وحيد بوتر التقدم على المسرح. ايضا حاولت ان اربط بين اعمال نزار وبين اعمالنا الفنيه، طبعا في لا مجال للمقارنه، ولكن دائما توجه الي الاسئله، لماذا لا تعمل فيلم عن فلسطين، عن الانتفاضه، عن احداث لبنان، عن الثوره في الجزائر؟ السؤال دائما نحن بيضع علينا عبء كبير. انا مخرج احتاج الى النص، احتاج الى القصه، احتاج الى الكلمه تاتي قبل كل شيء. لذلك نحن ناخذ الكلمه ونترجمها الى حركه، نستعمل الكاميرات والصوت والموسيقى والمؤثرات الصوتيه. نزار بكلماته بدون كل التقنيه أمكن أن يعطينا صور حية. الآن هل دائما نحن مسؤوليتنا كإعلاميين أو كشعراء، أو هل يجب أن نخدر الشعب ونذكره بأمجاده الماضية بتاريخنا المجيد والحمد لله كل شيء بخير، أم أن نحرضه على الثورة وعلى حمل البندقية؟ طبعا بدون شك التحريض، اذا كان في هناك مجال للتحريض. حرضنا بافلام لكن مع الاسف لم يتحرك احد. اذا عرضنا البطولات صار هناك اطمئنان وراحه نفسيه اننا والحمد لله نعيش على امجاد تاريخنا. واذا ابرزنا القهر والبؤس في شعوبنا صار هناك نقد علينا أننا نشوه صور أمتنا. وإذا هاجمنا القيادات والزعامات طبعا ما الفائدة؟ كما يقال كما أنتم يولى عليكم، كما كنتم يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم. لذلك مع الأسف يعني وإن كان أصبحنا شعب نعاج، ناس نستاهل هذه القيادات وهذه الزعامات، تعودنا على القهر، تعودنا على الكب، تعودنا على الذل. طبعا نزار عبر عن كل ذلك. نزار جعلنا نتنفس من خلال كلماته، أعطانا الجرأة، أكسبنا الشجاعة، حرضنا على استرجاع كرامتنا. نزار أصبح ضميرنا، نزار أصبح صرختنا، وطبعا أكبر وسام لنزار أنه مهاجم من أكثر الأنظمة في البلاد العربية. أكبر وسام أنه لم يشترى ورفض أن يشترى. بكلمة دائما بحب أعرف نزار، الرجل الذي جعل من الكلمة أقوى من سلاحا أقوى من البندقية. شرف كبير أن أقف بجانب هذا العملاق وأقدم الجائزة. هي جائزة، هيدي مش جائزة، هيدي أستاذ نزار هو اللي بيعطينا الجائزة بحضوره
إلى مفتاح الشعر حين قال إنه فن التحريض، ولذلك ستكون هذه الأمسية أمسية تحريضية. العظيم الذي خبأ طفولتنا في علب من المخمل وأخذ مفاتيحها معه. وولت ديزني جعل الشيخوخة مستحيلة وأعطانا وصفة سحرية ضد ترهل المشاعر وانسداد الشرايين وتخشب القلب. وولت ديزني جعل أطفال العالم ملوكا وألقى ملوك العالم في سلة النفايات. وولت ديزني اخترع لنا مدينة الحلم بعد أن صارت الأحلام في المدن العربية ممنوعة ككتاب يتحدث عن الديمقراطية. مع وولت ديزني كان مستحيلاً علينا أن نكبر، ومستحيلاً علينا أن نحزن، ومستحيلاً علينا أن ننام جائعين ومقهورين. هذه هي باختصار قصة هذا الرجل الذي أقام إمبراطورية من ابتسامات الأطفال. بعد وولت ديزني صرنا مواطنين في مدن الجاهلية، وأصبحنا ننام على القهر ونفيق على القهر، وأصبحت حياتنا مسلسلا هيتشكوكيا من أفلام الرعب. إن هيتشكوك هو بطلنا القومي الآن، لا خالد بن الوليد ولا عقبة بن نافع ولا عمرو بن العاص، فكل هؤلاء الأبطال الذين أضاءوا كتب التاريخ
بوحش فتوحاتهم وانتصاراتهم لم يعودوا سوى ممثلي كومبارس على خشبة المسرح العربي. بعد وولد ديزني انطفأ القمر ويبس الشجر ودخلنا في الشيخوخة. صار الواحد منا يكبر في الدقيقة 10 قرون، وصار أطفالنا ينتقلون فجأة من بطون أمهاتهم إلى ملجأ العجزة. بعد وولد ديزني تحولنا إلى لاجئين فيتناميين ينتقلون من قارب إلى قارب، ومن بطن حوت إلى بطن حوت، ومن فك مفترس إلى فك مفترس. بعد وولد ديزني صرنا نقف كاليتامى على باب الحاكم بأمر الله، مطالبين بورقة كلينكس نمسح بها دموعنا. بعد وولد ديزني صرنا نقف بالطابور على أبواب وزارات الداخلية لنشحذ جواز سفر أو تأشيرة خروج إلى أي منفى تختاره لنا دواليب اليانصيب. إن دواليب اليانصيب هي التي تقرر الآن مصير الإنسان العربي، وهي التي تحدد له متى يولد ومتى يموت ومتى يبعث. أجيء إلى ديزنيلاند متأخراً 50 عام، فلا أجد فيها لعبة واحدة تناسبني بعد أن صار الخوف هو اللعبة الوحيدة التي يسمح للإنسان العربي أن يلعبها. كنت أريد أن أرى ديزنيلاند الكاليفورنية حتى أنسى كل الديزنيلاندات العربية التي تحوي الإنسان العربي على نار هادئة على طريقة الباربيكيو. تريد أن أرى ديزنيلاند الكاليفورنية حتى أنسى كل الديزنيلاندات العربية التي تشوي الإنسان العربي على نار هادئة على طريقة الباربيكيو. كنت أريد أن أستعيد دفاتر طفولتي وأقلامي وألواني وأركب القطارات التي تتحرك على الكمبيوتر، ولكن القطارات المخصصة لنقل الأطفال لم تكترث لإشاراتي وتركتني على رصيف أحزاني. كنت أريد أن أشتري كيساً واحداً من أكياس البوبكورن، ولكن الآلات الإلكترونية رفضت أن تحقق لي نزواتي الصغيرة وأعادت لي نقود. 50 عاماً تأخرت على ديزنيلاند، ولما وصلت إليها كان صديقي ميكي ماوس يمشي على عكازين بعدما وقع معاهدة سلام مع قطط المدينة. الذي يتراكم على امتداد الخريطة العربية سأقرأ لكم هذه الليلة قصائد تتميز بنبرة الغضب
وقصائد تتميز بنبرة الجنون. إن الغضب والجنون هما المحوران الأساسيان لما أكتبه من شعر في هذه المرحلة، فسامحوني إذا لم أكن مهذبا أو مؤدبا أو رقيقا كنسمة صيف، فأنا لم أعد قادرا على الكتابة بنصف أصابعي، ولا على الصراخ بنصف صوتي، ولا على الانحناء أمام أي سلطة أو أي سلطان. يتوجب على الشاعر أن يواجه أهل الكف بالسلاح الأبيض، وإلا تحول إلى قط نمر. أيها الأصدقاء، ماذا يمكنني أن أقول في لوس أنجلوس بعدما انتهى عصر الكلام الجميل وعصر الحوار الجميل واشتعلت اللغة شيبة؟ كيف يا سادتي يغني المغني؟ كيف يا سادتي يغني المغني بعدما خيطوا له شفتيه؟ هل إذا مات شاعر عربي يجد اليوم من يصلي عليه؟ لا يبوس اليدين شعري، لا يبوس اليدين شعري، وأحرى بالسلاطين أن يبوسوا يديه. أيها الأصدقاء، إن سماء لوس أنجلوس الزرقاء تغريني بأن أمشي حافياً عليها بعد أن استقال بحر بيروت. نسيت الأمواج والأسماك والأشرع وجميع مشتقات اللون الأزرق. إنني سعيد بأن أكتشف في لوس أنجلوس عائلتي، كما أنا سعيد بأن أكتشف فيها حريتي. أوليس اللون الأزرق هو لون الحرية؟ القصيدة الأولى اسمها السيرة العربية، السيرة الذاتية لسياف عربي. السيرة الذاتية لسياف عربي. أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، لقد أصبحت سلطانا عليكم، فاكسروا أصنامكم بعد ضلال واعبدوني. إنني لا أتجلى دائما، فاجلسوا فوق رصيف الصبر حتى تبصروني. اتركوا أطفالكم من غير خبز، واتركوا نسوانكم من غير بعل، واتبعوني. احمدوا الله على نعمته، احمدوا الله على نعمته، فلقد أرسلني كي أكتب التاريخ، والتاريخ لا يكتب دوني. إنني يوسف في الحسن، ولم يخلق الخالق شعرا ذهبيا مثل شعري، وجبينا نبويا كجبيني. وعيوني غابة من شجر الزيتون واللوز، فصلوا دائما ك
كي يحفظ الله حيولي. أيها الناس، أنا مجنون ليلى، فابعثوا زوجاتكم يحملن مني، وابعثوا أزواجكم كي يشكروني. كي يشكروني. شرف أن تأكلوا حنطة جسمي، شرف أن تقطفوا لوزي وتيني، شرف أن تشبهوني، فأنا حادثة ما حدثت منذ آلاف القرون. أيها الناس، أنا الأول والأعدل والأجمل من بين جميع الحاكمين، وأنا بدر الدجى وبياض الياسمين، وأنا مخترع المشنقة الأولى وخير المرسلين. كلما فكرت أن أعتزل السلطة ينهاني ضميري. من بين جميع الحاكمين، وأنا بدر الدجى وبياض الياسمين، وأنا مخترع المشنقة الأولى وخير المرسلين. كلما فكرت أن أعتزل السلطة ينهاني ضميري، من ترى يحكم بعدي هؤلاء الطيبين؟ بعدي هؤلاء الطيبين، من سيشفي بعدي الأعرج والأبرص والأعمى، ومن يحيي عظام الميتين؟ من ترى يخرج من معطفه ضوء القمر؟ من ترى يرسل للناس المطر؟ من ترى يجلدهم 90 جلدة؟ من ترى يصلبهم فوق الشجر؟ من ترى يرغبهم أن يعيشوا كالبقر ويموتوا كالبقر؟ كلما فكرت أن أتركهم فاضت دموعي كغمامة، كلما فكرت أن أتركهم فاضت دموعي كغمامة، وتوكلت على الله وقررت بأن أركب الشعب من الآن إلى يوم أركب الشعب من الآن إلى يوم القيامة. أيها الناس، أنا أملككم مثلما أملك خيلي وعبيد، وأنا أمشي عليكم مثلما أمشي على سجاد قصري، فاسجدوا لي في قيامي واسجدوا لي في قعودي. أولم أعثر عليكم ذات يوم بين أوراق جدودي؟ حاذروا أن تقرأوا أي كتاب فأنا أقرأ عنكم، حاذروا أن تقرأوا أي كتاب فأنا أقرأ عنكم، حاذروا أن تكتبوا أي خطاب فأنا أكتب عنكم،
حاذروا أن تسمعوا فيروز بالسر فإني بنواياكم عليم، حاذروا أن تنشدوا الشعر أمامي فهو شيطان رجيم، حاذروا أن تدخلوا القبر بلا إذني فهذا عندنا إثم عظيم، والزموا الصمت إذا كلمتكم فكلامي هو قرآن كريم. أيها الناس، أنا مهديكم فانتظروني. أيها الناس، أنا مهديكم فانتظروني، ودمي ينبض في قلب الدوالي فاشربوني. أوقفوا كل الأناشيد التي ينشدها الأطفال في حب الوطن، فأنا صرت الوطن. أوقفوا كل الأناشيد التي ينشدها الأطفال في حب الوطن، فأنا صرت الوطن. إنني الواحد والخالد ما بين جميع الكائنات، وأنا المخزون في ذاكرة التفاح والناي وزرق الأغريات. ارفعوا فوق الميادين تصاويري، ارفعوا فوق الميادين تصاويري، وغطوني بغيم الكلمات، واخطبوني أصغر الزوجات سنا، فأنا لست أشيخ، واخطبوني أصغر الزوجات سنا، فأنا لست أشيخ، جسدي ليس يشيخ، وسجوني لا تشيخ، وجهاز القمع في مملكتي ليس يشيخ. أيها الناس، أنا الحجاج. أيها الناس، أنا الحجاج. إن أنزع قناعي تعرفوني، وأنا جنكيز خان جئتكم بحرابي وكلابي وسجوني. لا تضيقوا أيها الناس ببطشي، فأنا أقتل كي لا تقتلوني. لا تضيقوا أيها الناس ببطشي، فأنا أقتل كي لا تقتلوني، وأنا أشنق كي لا تشنقوني، وأنا أدخلكم في ذلك القبر الجماعي لكي لا تدخلوا. أيها الناس، اشتروا لي صحفا تكتب عني. أيها الناس، اشتروا لي صحفا تكتب عني، إنها معروضة مثل البغايا في الشوارع. اشتروا لي ورقا أخضر مصقولا كأعشاب الربيع، ومدادا ومطابع، كل شيء يشترى في عصرنا حتى الأصابع. اشتروا فاكهة الفكر وخلوها أمامي، واطبخوا لي شاعرا واجعلوه بين أطباق طعامي. أنا أمي وعندي عقدة مما يقول الشعراء. أنا أمي وعندي عقدة مما يقول الشعراء، فاشتروا لي شعراء يتغنون بحسني، واجعلوني نجم كل الأغلفة، فنجوم الرقص والمسرح ليسوا أبدا أجمل مني. اشتروا لي كل ما لا يشترى في أرضنا أو في السماء. اشتروا لي غابة من عسل النحل ورقصا من نساء. اشتروا لي غابة من عسل النحل ورقصا من نساء،
فأنا بالعملة الصعبة أشري ما أريد، أشتري ديوان بشار بن بردن وشفاه المتنبي وأناشيد لبيد، فالملايين التي في بيت مال المسلمين هي ميراث قديم لأبي، فخذوا من ذهبي واكتبوا في أمهات الكتب أن عصري عصر هارون الرشيد. يا جماهير بلادي، يا جماهير بلادي، يا جماهير الشعوب العربية، إنني روح نقي جاء كي يغسلكم من غبار الجاهلية. سجلوا صوتي على أشرطة، إن صوتي أخضر الإيقاع كالنافورة الأندلسية. صوروني باسما مثل الجوكوندا، ووديعا مثل وجه المجدلية. صوروني وأنا أقطع كالتفاح أعناق الرعية. صوروني وأنا أفترس الشعر بأسناني وأمتص دماء الأبجدية. صوروني بوقاري وجلالي وعصايا العسكرية. صوروني عندما أصطاد وعلا أو غزالا. صوروني عندما أحملكم فوق أكتافي لدار أبدية. يا جماهير الشعوب العربية، أيها الناس، أنا المسؤول عن أحلامكم إذ تحلمون، وأنا المسؤول عن كل رغيف تأكلون، وعن الشعر الذي من خلف ظهري تخرؤون. فجهاز الأمن في قصري يوافيني بأخبار العصافير وأخبار السنابل، ويوافيني بما يحدث في بطن الحوامل. أيها الناس، أنا سجانكم وأنا مسجونكم، فلتعذروني، إنني المنفي في داخل قصري. لا أرى شمسا ولا نجما ولا زهرة دفلا منذ أن جئت إلى السلطة طفلا، ورجال السرك يلتفون حولي، واحد ينفخ نايا، واحد يضرب طبلا، واحد يمسح جوخا، واحد يمسح نعلا. منذ أن جئت إلى السلطة طفلا لم يقل لي مستشار القصر كلا، لم يقل لي وزرائي أبدا في الوجه كلا، لم تقل إحدى نسائي في سرير الحب كلا. إنهم قد علموني أن أرى نفسي إلها وأرى الشعب من الشرفة رملا، فاعذروني إن تحولت لهولاكو جديد، إن أنا لم أقتل لوجه القتل يوما، إنما أقتلكم كي أتسلم. أصهار الله، ما جاء يوما حاكم لهذه المدينة، ما جاء يوما حاكم لهذه المدينة إلا دعا الناس إلى المسجد يوم الجمعة،
وقال في خطبته العظماء بأنه من أولياء الله وأصفياء الله وأصدقاء ما جاء يوما حاكم لهذه المدينة المقهورة المكسورة الحزينة إلا ادعى بأنه الممثل الشخصي والناطق باسم الله. فهل من المسموح أن أسأله تعالى: هل أنت قد أعطيتهم وكالة مختومة موقعة كي يسلخوا الأمة مثل الضفدعة ويجلسوا على رقاب شعبنا إلى الأبد؟ هل أنت قد أمرتهم أن يخربوا هذا البلد ويسحقون كالصراصير بأمر الله ويضربون بالبساطير بأمر الله؟ فإن سألت حاكما منهم من الذي ولاك في الدنيا على أمورنا؟ قال لنا: يا جهلة، أما علمتم أنني أصبحت صهر الله؟ أريد أن أصرخ يا الله، أريد أن أصرخ يا الله، هل أنت عينت وزير المال؟ إذن لماذا انفجر الفقر؟ لماذا انفجر الصبر؟ لماذا ساءت الأحوال وأصبح الصحن الرئيسي هو الزبالة، وأصبح العصفور في بلادنا لا يجد النخالة؟ فهل غلاء الخبز شأن من شؤون الله؟ أريد أن أسأل في طفولة: يا أيها الرحيم والرحمن، يا رازق الطيور والبعوض والدجاج والصيصان، هل أنت قد خلقت هذه الحيتان؟ هل أنت قد أطلقتها في البحر كي تقرقش الإنسان؟ وهل غلاء الفول والحمص والترشي والجرجير شأن من شؤون الله؟ وهل غلاء الموت والأكفان شأن من شؤون الله؟ إذن لماذا يأكل الكبار كبياراً ونحن نأكل النعال؟ إذن لماذا يشرب الضباط ويسكياً ونحن نشرب الأوحال؟ إذن لماذا يأكل الكبار كبياراً ونحن نأكل النعال؟ إذن لماذا يشرب الضباط مسكياً ونحن نشرب الأوحال؟ إذن لماذا لا يفرق الفقير في بلادنا بين رغيف الخبز والهلال؟ إذن لماذا في بطون أمهاتهم ينتحر الأطفال؟ ليشتروا فرساي والمملكة المتحدة، ويشتروا بابل والحدائق المعلقة، ويشتروا الصحافة المرتزقة. هل أنت قد أعطيتهم شكا على بياض ليشتروا التاج البريطانية والقصور، ويشتروا النساء في الأقفاص كالطيور والقمر الأخضر من سماء ليس هون؟ أريد أن أسأل يا الله: هل أنت قد صاهرتهم حقا؟ وهل من قاتل لشعبه يصبح صدق الله؟ جميعهم
تضخمت أدباره وأصبح نشوان. جميعهم يأتيهم الحيض، جميعهم يأتيهم الحيض ومشغولون بالحمل وبالرضاع. جميعهم قد ذبحوا خيولهم وارتهنوا سيوفهم وقدموا نساءهم هدية لقائد الرومان. الله يا جماعة. جميعهم قد تركوا نعالهم وهربوا أموالهم وانسحبوا إلى مقاهي الموت والنسيان. جميعهم تخنثوا، تكحلوا، تعطروا، تمايلوا أغصان خيزران حتى تظن خالدا سوزان ومريم مروان. جميعهم تخنثوا، تكحلوا، تعطروا، تمايلوا أغصان خيزران حتى تظن خالدا سوزان ومريما مروان. الله زمان. ليست نكتة مصرية أو صورة منقولة عن كتب البديع والبيان، فأرض قمعستان جاء ذكرها في معجم البلدان، وأن من أهم صادراتها حقائب جلدية مصنوعة من جسد الإنسان. إلى شواطئ القتل، إلى شواطئ السحل، إلى شواطئ الأحزان، وسيفها يمتد بين مدخل الشريان والشريان. ملوكها يقرفصون فوق رقبة الشعوب بالوراثة. ملوكها يقرفصون فوق رقبة الشعوب بالوراثة ويفقرون أعين الأطفال بالوراثة، ويكرهون الورق الأبيض والمدال والأقلام بالوراثة، وأول البنود في دستورها يقضي بأن تلغى غريزة الكلام في الإنسان. الله. هل يقول المخبر السري إني كنت أتلو سورة الرحمن؟ الله أكبر. هل تعرفون الآن ما دولة خمعستان؟ تلك التي ألفها، لحنها، أخرجها الشيطان. هل تعرفون هذه الدويلة العجيبة حيث دخول المرء للمرحاض يحتاج إلى قرار، وديك كي يصيح يحتاج إلى قرار، ورغبة الزوجين في الإنجاب تحتاج إلى قرار، وشعر من أحبها يمنعه الشرطي أن يطير في الريح بلا قرار. يا أصدقائي، إنني مواطن يسكن في مدينة ليس بها سكان، ليس لها شوارع،
ليس لها أرصفة، ليس لها جدران، ليس بها جرائد غير التي تطبعها مطابع السلطان. عنوانها أخاف أن أروح بالعنوان. عنوانها أخاف أن أروح بالعنوان. كل الذي أعرفه أن الذي يقوده الحظ إلى مدينتي يرحمه الرحمن. يا أصدقائي ما هو الشعر إذا لم يعلن العصيان؟ وما هو الشعر إذا لم يسقط الطغاة والطغيان؟ وما هو الشعر إذا لم يحدث الزلزال في الزمان والمكان؟ وما هو الشعر إذا لم يخلع التاج الذي يلبسه كسرى أنوشروان؟ من أجل هذا أعلن العصيان، من أجل هذا أعلن العصيان باسم الملايين التي تجهل حتى الآن ما هو النهار وما هو الفارق بين الغصن والعصفور، وما هو الفارق بين الورد والمنثور، وما هو الفارق بين النهد والرمانة، وما هو الفارق بين البحر والزنزانة، وما هو الفارق بين القمر الأخضر والقرنفلة، وبين حد كلمة شجاعة وبين حد المفصلة. من أجل هذا أعلن العصيان باسم الملايين التي تساق نحو الذبح كالقطعان، باسم الذين انتزعت أجفانهم واقتلعت أسنانهم وذوبوا في حامض الكبريت كالديدان، باسم الذين ما لهم صوت ولا رأي ولا لسان. سأعلن العصيان. من أجل هذا أعلن العصيان باسم الملايين التي تجلس كالأبقار تحت الشاشة الصغيرة، باسم الجماهير التي يسخونها الولاء بالملاعق الكبيرة، باسم الجماهير التي تركب كالبعير من مشرق الشمس إلى مغربها، تركب كالبعير وما لها من الحقوق غير حق الماء والشعير، وما لها من الطموح غير أن تأخذ للحلاق زوجة الأمير أو ابنة الأمير أو كلبة الأمير، باسم الجماهير التي تضرع لله لكي يديم القائد العظيم وحزمة البرسيم. يا أصدقاء الشعر، إني شجر النار وإني كاهن الأشواق، والناطق الرسمي عن 50 مليون من العشاق، على يدي ينام أهل الحب والحنين، فمرة أجعلهم حمائم ومرة أجعلهم أشجار. يا زميل يا أصدقائي، إنني الجرح الذي يرفض دوما سلطة السكين. يا أصدقائي الرائعين، أنا الشفاء للذين ما لهم شفاء، أنا العيون للذين ما لهم عيون، أنا كتاب البحر للذين يقرؤون، أنا الكتابات التي يحفرها الدمع على عنابر السجون، أنا كهذا العصر يا حبيبتي، أنا كهذا العصر يا حبيبتي، أواجه الجنون بالجنون
وأكسر الأشياء في طفولة وفي دمي رائحة الثورة والليمون. أنا كما عرفتموني دائما هوايتي أن أكسر القانون. أنا كما عرفتموني دائما أكون بالشعر وإلا لا أريد أن أكون. يا أصدقائي، أنتم الشعر الحقيقي، ولا يهم أن يضحك أو يعبس أو أن يغضب السلطان. قصائدي ممنوعة في المدن التي تنام فوق الملح والحجارة. قصائدي ممنوعة لأنها تحمل للإنسان عطر الحب والحضارة. قصائدي مرفوضة لأنها لكل بيت تحمل البشارة. يا أصدقائي، إنني ما زلت بانتظاركم لنوفذ الشرارة. عزف منفرد على الطبلة. الحاكم يضرب بالطبلة. الحاكم يضرب بالطبلة، وجميع وزارات الإعلام تدق على ذات الطبلة، وجميع وكالات الأنباء تضخم إيقاع الطبلة، والصحف الكبرى والصغرى تعمل أيضا راقصة في منها تملكه الدولة. لا يوجد شيء في الموسيقى أبشع من صوت الدولة. الطرب الرسمي يباع على العربات مثل السردين ومثل الخبز ومثل الشاي ومثل حبوب الحمل ومثل حبوب الضغط ومثل غيار السيارات. الطرب الرسمي يبث على كل الموجات، وكلام السلطة براق جدا كثياب الرقاصات. لا أحد ينجو من وصفات الحكم وأدوية السلطة. لا أحد ينجو من وصفات الحكم وأدوية السلطة. فثلاث ملاعق قبل الأكل، وثلاث ملاعق بعد الأكل، وثلاث ملاعق قبل صلاة الظهر، وثلاث ملاعق بعد صلاة العصر، وثلاث ملاعق قبل مراسيم التشييع وقبل دخول القبر. هل ثمة قهر في التاريخ كهذا القهر؟ الطبلة تخترق الأعصاب، فيا ربي ألهمنا الصبر. الدولة تحسن تأليف الكلمات، وتجيد النصب، وتجيد الكسر، تجيد الجر، تجيد استعراض العضلات. لا يوجد شعر أردأ من شعر الدولة. وطن مشنوق فوق حبال الأنطينات، وطن لا يعرف من تقنية الحرب سوى الكلمات، وطن ما زال يزيع نشيد النصر على الأموات.
الدولة منذ بداية هذا القرن تعيد تقاسيم الطبلة. العدل أساس الملك، الشورى بين الناس أساس الملك، الشعب كما نص الدستور أساس الملك. يا رب الكون شبعنا من ضرب الطبلة، لا أحد يزني بالكلمات سوى الدولة. القمع أساس الملك، شنخ الإنسان أساس الملك، حكم البوليس أساس الملك، تأليه الشخص أساس الملك، تجديد البيعة للحكام أساس الملك، وضع الكلمات على الخازوخ أساس الملك. طبلة طبلة، الدولة تعرض فتنتها وحلاها في سوق الجملة، لا يوجد عري أقبح من عري الدولة. طبلة طبلة، وطن عربي تجمعه من يوم ولادته طبلة، وتفرق بين قبائله طبلة، أفراد الجوخة والعلماء وأهل الفكر وأهل الذكر وقاضي البلدة يرتعشون على وقع الطبلة. الطرب الرسمي يجيء كساعات الغفلة من كل مكان، والطرب النفطي يحاول تسويق الإنسان، سعر البرميل الواحد أغلى من سعر الإنسان. الطرب الرسمي يعاد كأغنية الشيطان، وعلينا أن نهتز إذا غنى السلطان، ونصيح أمام رجال الشرطة آه يا آه. طرب مفروض بالإكراه، فرح مفروض بالإكراه، موت مفروض بالإكراه، آه يا آه. هل صار غناء الحاكم قدسيا كغناء الله؟ أطفال الحجارة، وجاءوا كالبشارة، قاوموا وانفجروا واستشهدوا، وبقينا دببا قطبية صفحت أجسادها ضد الحرارة. قاتلوا عنا إلى أن قتلوا، قاتلوا عنا إلى أن قتلوا، وجلسنا في مقاهينا كبصاق المحارة، واحد يبحث منا عن تجارة، واحد يطلب مليارا جديدا وزواجا رابعا ونهودا سخلتهن الحضارة، واحد يبحث في لندن
عن قصر منيف واحد يعمل سمسار سلاح واحد يطلب في البارات ثارة واحد يبحث عن عطف وجيش واحد يبحث في لندن عن خصر منيف واحد يعمل سمسار سلاح واحد يطلب في البارات ثارة واحد يبحث عن عرش وجيش وإمارة يا جيل الخيانات يا جيل الخيانات ويا جيل العمولات ويا جيل الدفايات ويا جيل الدعارة سوف يجتاحك مهما أبطأ التاريخ أبطال الحياة يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا يا تلاميذ غزة يا تلاميذ غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا يا تلاميذ غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا نحن أهل الحساب والجمع والطرح فخوضوا حروبكم وتركونا إننا الهاربون من خدمة الجيش فهاتوا حبالكم واشنقونا نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرون يا تلاميذ غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا نحن آباؤكم فلا تشبهونا نحن آباؤكم فلا تشبهونا نحن أصنامكم فلا تعبدونا نتعاطى القات السياسية والقمع ونبني مخابرا وسجونا حررونا من عقدة الخوف فينا واطردوا من رؤوسنا الأفيون علمونا فن التشبث بالأرض ولا تتركوا المسيح عجينا يا أحباءنا الصغار سلاما يا أحباءنا الصغار سلاما جعل الله يومكم يا سبيلا من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرينا
هذه ثورة الدفاتر والحبر، فكونوا على الشفاه لحونا، أمطرونا بطولة وشموخا، واغسلونا من قبحنا، اغسلونا. لا تخافوا موسى ولا سحر موسى، واستعدوا لتقطفوا الزيتون، إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين. أمطرونا بطولة وشموخا، واغسلونا من قبحنا، اغسلونا. لا تخافوا موسى ولا سحر موسى، واستعدوا لتقطفوا الزيتون، إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين. يا مجانين غزة، يا مجانين غزة، ألف أهلا بالمجانين، إنهم محررون، إن عصر العقل السياسي ولا من زمان فعلمونا الجنون. دكتوراه شرف في كيمياء الحجر. يرمي حجرا او حجرين، يقطع افعى اسرائيل الى نصفين، يمضغ لحم الدبابات ويأتينا من غير يدين، في لحظات تظهر أرض فوق الغيم ويولد وطن في العينين، في لحظات تظهر حيفا، تظهر يافا، تأتي غزة في أمواج البحر، تضيء القدس كمئذنة بين يركب فرسا من ياقوت الفجر، ويركب فرسا من ياقوت الفجر، ويدخل كالإسكندر ذي القرنين، يخلع أبواب التاريخ، وينهي عصر الحشاشين، ويقفل سوق القوادين، ويقطع أيدي المرتزقين، ويلقي تركة أهل الكهف عن الكتفين، في لحظات تحبل أشجار الزيتون، يدر حليب في الثديين، يرسم أرضا في طبرية يزرع فيها سنبلتين، يرسم بيتا فوق الكرمل، يرسم أما تطحن بنا عند الباب، وفنجانين في لحظات تهجو رائحة الليمون، ويولد وطن في العينين. يرمي قمرا من عينيه السوداوين، وقد يرمي قمرين، يرمي قلما، يرمي كتبا، يرمي حبرا، يرمي صمغا، يرمي كراسات الرسم وفرشاة الألوان، تصرخ مريم يا ولداه، وتأخذه بين الأحضان، يسقط ولد في لحظات يسقط ولد في لحظات، يولد آلاف الصبيان.
يسقط ولد في لحظات يولد آلاف الصبيان، يكسف قمر غزاوي في لحظات يطلع قمر في بيسان، يدخل وطن للزنزانة يولد وطن في العينين. ينفض عنا عليه الرملة ويدخل في مملكة الماء، يفتح أفقا آخر، يبدع زمنا آخر، يكتب نصا آخر، يكسر ذاكرة الصحراء، يقتل لغة مستهلكة منذ الهمزة حتى الياء، يفتح ثقبا في القاموس ويعلن موت الصرف وموت النحو وموت قصائدنا العظماء. يرمي حجر، يبدأ وجه فلسطين يتشكل مثل قصيدة شعر، يرمي الحجر الثاني تطفو عكا فوق الماء زجاجة عطر، يرمي الحجر الثالث تطلع رام الله بنفسجة من ليل القهر، يرمي الحجر العاشرة حتى يظهر وجه الله ويظهر نور الفجر، يرمي حجر الثورة حتى يسقط آخر فاشستي من فاشست العصر، يرمي 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 حتى يقلع نجمة داود بيديه. يرمي الحجر العاشرة حتى يظهر وجه الله ويظهر نور الفجر، يرمي حجر الثورة حتى يسقط آخر فاشستي من فاشست العصر، يرمي 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 حتى يقلع نجمة داود بيديه ويرميها في البحر. تسأل عنه الصحف الكبرى، تسأل عنه الصحف الكبرى، أي نبي هذا القادم من كنعان؟ أي صبي هذا الخارج من رحم الأحزان؟ أي نبات أسطوري هذا الطالع من بين الجدران؟ أي نهور من ياقوت فاضت من ورق القرآن؟ يسأل عنه العرافون ويسأل عنه الصوفيون، ويسأل عنه ملوك الإنس، ويسأل عنه ملوك الجان، من هو هذا الولد الطالع مثل الخوخ الأحمر من شجر النسيان؟ من هو هذا الولد الطافش من صور الأجداد ومن كذب الأحفاد ومن سروال بني قحطان؟ من هو هذا الولد الباحث عن أزهار الحب وعن شمس الإنسان؟ من هو هذا الولد المشتعل العينين كآلهة اليونان؟ يسأل عنه المضطهدون ويسأل عنه المقموعون ويسأل عنه المنفيون، وتسأل عنه عصافير خلف القضبان، من هو هذا الآتي من أوجاع الشمع ومن كتب الرهبان؟ من هو هذا الولد التبدأ في عينيه بدايات الأكوان؟ من هو هذا الولد الزارع قمح الثورة في كل مكان؟ يكتب عنه القصصيون ويروي قصته الركبان، من هو هذا الولد الهارب من شلل الأطفال ومن سوس الكلمات؟ من هو هذا الولد الطافش من مزبلة الصبر
ومن لغة الأموال. تسأل صحف العالم كيف صبي مثل الوردة يمحو العالم بالممحار. تسأل صحف العالم كيف صبي مثل الوردة يمحو العالم بالممحار. تسأل صحف من أمريكا كيف صبي غزاوي حيفاوي عكاوي نابلسي يقلب شاحنة التاريخ ويكسر باللورة الدورة. جاء الآن جاء دور بيروت. يا ست الدنيا يا بيروت، يا ست الدنيا يا بيروت، من باع يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من صادر خاتمك السحرية وقص ضفائرك الذهبية؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ من شطب وجهك بالسكين وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين؟ من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطآن الوردية؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح همجية فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. ماذا نتكلم يا بيروت وفي عينيك خلاصة حزن البشرية؟ ماذا نتكلم يا مروحة الصيف ويا وردته الجورية؟ من كان يفكر أن نتلاقى يا بيروت وأنت خرار؟ من كان يفكر أن تنمو للوردة آلاف الأنياب؟ من كان يفكر أن العين تقاتل في يوم ضد الأهداف؟ من أين أتتك القسوة يا بيروت وكنت برفقة حورية؟ لا أفهم، لا أفهم كيف انقلب العصفور الدوري لقطة ليل وحشية. لا أفهم أبدا يا بيروت، لا أفهم كيف نسيت الله وعدت لعصر الوثنية. قبلك شيء، بعدك شيء، مثلك شيء، أنت خلاصات الأعمار. يا حقل اللؤلؤ، يا بناء العشق، ويا طاووس الماء، قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. الحب
الحب يريدك يا أحلى الملكات، والرب يريدك يا أحلى الملكات. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الجزية عن كل الكلمات. قومي من نومك يا سلطانة، يا نوارة، يا قنديلا مشتعلا في القلب. قومي كي يبقى العالم يا بيروت، قومي كي يبقى العالم يا بيروت، ونبقى نحن ويبقى الحب. قومي يا أحلى لؤلؤة أهداها البحر. الآن عرفنا ما معنى أن نقتل عصفورا في الفجر، الآن ما عرفنا ما معنى أن ندلخ فوق سماء الصيف زجاجة حبر، الآن عرفنا أننا كنا ضد الله وضد الشعب. يا ست الدنيا يا بيروت، يا حيث الوعد الأول والحب الأول، يا حيث كتبنا الشعر وخبأناه بأكياس المخمل. نعترف الآن بأننا كنا يا بيروت نحبك كالبدو الرحل، نعترف الآن بأننا كنا يا بيروت نحبك كالبدو الرحل، ونمارس فعل الحب تماما كالبدو الرحل. نعترف الآن بأنك كنت خليلتنا، نأوي لفراشك طول الليل، وعند الفجر نهاجر كالبدو الرحل. نعترف الآن بأن كنا أميين وكنا نجهل ما نفعل، نعترف الآن بأن كنا من بين القتلة، ورأينا رأسك يسقط تحت صخور الروشة كالعصفور. نعترف الآن بأن كنا ساعة نفذ فيك الحكم شهود الزور. وكان جمالك يؤذينا، نعترف الآن بأن لم ننصفك ولم نعذرك ولم نفهمك، وأهديناك مكان الوردة سكينا. نعترف أمام الله الواحد أن راودناك وعاشرناك وضاجعناك وحملناك معاصينا. يا ست الدنيا، يا ست الدنيا، إن الدنيا بعدك ليست تكفينا، الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا، الآن عرفنا ماذا اقترفت أيدينا. الله، الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان، والقمر الأخضر عاد أخيرا كي يتزوج من لبنان. أعطيني كفك يا جوهرة الليل وزنبقة البلدان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين وكنا وكلاء الشيطان. يا ست الدنيا يا بيروت، قومي، قومي من تحت الردم كزهرة لوز في نيسان، قومي من حزنك إن الثورة تولد من رحم الأحزان. قومي إكراما للغابات وللأنهار وللوديان، قومي إكراما للإنسان، إنا أخطأنا يا بيروت وجئنا نلتمس الغفران.
يا بيروت المجنونة. ما زلت أحبك يا بيروت المجنونة، يا نهر دماء وجواد. ما زلت أحبك يا بيروت القلب الطيب، يا بيروت الفوضى، يا بيروت الجوع الكافر والشبع الكافر. ما زلت أحبك يا بيروت العدل، ويا بيروت الظلم، ويا بيروت السبي، ويا بيروت القاتل والشاعر. ما زلت أحبك يا بيروت العشق، ويا بيروت الذبح من الشريان إلى الشريان. ما زلت أحبك رغم حماقات الإنسان. ما زلت أحبك يا بيروت، لماذا لا نبتدئ الآن؟ قصيدة حب واحد. لكن الشعر والطاعة بما فيه الكفاية ولا بد من أصواتنا. إلى القصيدة خطيرة خليلة. مستحي بإذن ومن الخطوط المستقيمة والخطوط المستديرة، وتعبت من هذا النفير العسكري إلى مطارحة الغرام. النهج مثل القائد العربي يأمرني تقدم للأمام. والشفة الغليظة والسراويل الطويلة والقصيرة، إني تعبت من التفاصيل الصغيرة ومن الخطوط المستقيمة والخطوط المستديرة، وتعبت من هذا النفير العسكري إلى مطارحة الغرام. النهج مثل القائد العربي يأمرني تقدم للأمام. والفلفل الهندي في الشفتين يهتف بي تقدم للأمام.
والأحمر العنبي فوق أصابع القدمين يصرخ بي تقدم للأمام إني رفعت الراية البيضاء. إني رفعت الراية البيضاء سيدتي بلا قيد ولا شرط، ومفتاح المدينة تحت أمرك فادخليها في سلام. جسدي المدينة فادخلي من أي باب شئت أيتها الجميلة، وتصرفي بجميع ما فيها ومن فيها وخليني أنا. إني رفعت الراية البيضاء سيدتي بلا قيد ولا شرط، ومفتاح المدينة تحت أمرك فادخليها في سلام. جسدي المدينة فادخلي من أي باب شئت أيتها الجميلة، وتصرفي بجميع ما فيها ومن فيها وخليني أنا. الركبة البيضاء والحمراء والخضراء، كيف أميز الألوان؟ إن زجاجة الفودكا تحيل ثقافتي صفرا. الركبة البيضاء والحمراء والخضراء، كيف أميز الألوان؟ إن زجاجة الفودكا تحيل ثقافتي صفرا، وترجعني إلى جهل العشيرة، وتضخم الإحساس بالأشياء، ترميني عليك كأنك الأنثى الأخيرة. مايا تغني وهي تحت الدوش أغنية من اليونان رائعة. مايا تغني وهي تحت الدوش أغنية من اليونان رائعة، وتضحك دون ما سبب، وتغضب دون ما سبب، وترضى دون ما سبب، ويدخل نهدها الذهبي في لحم المرايا. مايا تناديني لأعطيها مناشفة، وأعطيها مكاحلة، وأعطيها خواتمها الملونة المثيرة. مايا تقول بأنها لم تبلغ العشرين بعد، وأنها ما قاربت أحدا سوايا، وأنا أصدق كل ما قال النبي وكل ما قالته المعرفة. وهي تحت الدوش أغنية من اليونان رائعة، وتضحك دون ما سبب، وتغضب دون ما سبب، وترضى دون ما سبب، ويدخل نهدها الذهبي في لحم المرايا. مايا تناديني لأعطيها مناشفة، وأعطيها مكاحلة، وأعطيها خواتمها الملونة المثيرة. مايا تقول بأنها لم تبلغ العشرين بعد، وأنها ما قاربت أحدا سوايا، وأنا أصدق كل ما قال النبي وكل ما قالته مايا. مايا على الموكيت حافية، مايا على الموكيت حافية، وتطلب أن أساعدها على ربط الضفيرة. مايا على الموكيت
حافية وتطلب أن أساعدها على ربط الضفيرة، وأنا أواجه ظهرها العارف كطفل ضائع ما بين آلاف الهدايا. وأنا أواجه ظهرها العارف كطفل ضائع ما بين آلاف الهدايا. الشمس تشرق دائما من ظهر ماهر. من أين أبدأ رحلة؟ أبدأ رحلتي والبحر من ذهب ومن زغب وحول عمودها الفقري أكثر من جزيرة. من يا ترى اخترع القصيدة والنبيذة وقصر مايا؟ من يا ترى اخترع القصيدة والنبيذ وقصر مايا؟ مايا لها إبطان يخترعان عطرهما ويكتشفان رائحة الطريدة. مايا تسافر في انحناءات النبيذ وفي انحناءات الشعور وفي إضاءات القصيدة، وأنا أسافر في أنوثتها وضحكتها وأرسل كل ثانية على أرض جديدة. مايا تقول بأنني الذكر الوحيد وأنها الأنثى الوحيدة، وأنا أصدق كل ما قالت. مايا لها نهدان شيطانان. مايا لها نهدان شيطانان همهما مخالفة الوصايا. مايا مخربة وطيبة وماكرة وطاهرة وتحلو حين ترتكب الخطايا. مايا وراء ستارة الحمام واقفة كسنبلة وتروي النوادر والحكايا، وأنا أرى الأشياء ثابتة ومائلة. مايا وراء ستارة الحمام واقفة كسنبلة وتروي النوادر والحكايا، وأنا أرى الأشياء ثابتة ومائلة وحاضرة وغائبة وواضحة وغامضة فتخذلني يدايا. مايا مبللة وطازجة كتفاح الجبال، وعند تقاطع الخلجان قد سالت دمايا. مايا تكرر أنها ما لامست أحدا سوايا، وأنا أصدق كل ما قال النبي ونصف ما قال. طاووس ملوكي وزهرة جلبنار. مايا تفتش عن فريستها.
هيئة تطاوش ملوكي وزهرة جلنار ما يتفتش عن فريستها كأسماك البحار فمتى سأتخذ القرار هذه شواطئ حضر موتى وبعدها تأتي طريق الهند إن مراكبي داخل وبين الطحلب البحري والمرجان تنفتح احتمالات كثيرة ماذا اعتراني إن إفريقيا على مرمى يدي ومجاهل البنغال أخطر من خطيرة ما يا تناديني فتنفجر المعادن والفواكه والتوابل والبهار هذا المريض أساء لي جدا وأنساني بدايات الحوار فمتى سأتخذ القرار ما يا تغني من مكان ما ولا أدري على التحديد أين مكان مايا كانت وراء ستارة الحمام ساطعة كلؤلؤة وحولها النبيذ إلى شظايا مايا تقول بأنها امرأتي ومالكتي ومملكتي وتحلف أنها ما ضاجعت أحدا سوايا وأنا أصدق كل ما قال النبي وربع ما قال من بعد مايا كويس انها طلعت كذابة هنرجع لأطفال الحجارة وفي هدية مقدمة من أطفال الحجارة هيقدمها لنا الأستاذ محمود الفرة للشاعر الكبير نزار قباني عندما عجز السلاح العربي عن تحرير الأرض واتجه السلاح العربي إلى الصدور العربية انبرى القلم والحجر لكي يدافع عن الكرامة العربية وعن الوطن العربي نزار قباني أشرف من مثل القلم وأطفال الحجارة أشرف من مثل العرب الحجارة لا يملكون قوت يومهم لكن يرسلون إليك يا نزار رمز الانتفاضة أولا العلم الفلسطيني على صدر نزار ثانيا رغم انها صنعت في البلد الحبيب سوريا رمز الانتفاضه وخدمناها فيها باللغة الإنجليزية حتى تجينا ثاني مرة ونكتبها باللغة العربية.
The Arab American Press Guild proudly present this award to the poet of the Arabs, Nizar Tawfiq, for his outstanding contribution to the Arabic poetry and philosophy. Los Angeles, January 8, 1990. على مجهودهم والالتزام بالصمت والهدوء. انا عارفه ان انكم وقفتوا مده طويله لكن it was worth it. يعني كل دقيقه منها كلنا we enjoyed it and we hope that we will repeat it again and again. الف شكر. وعايزه اقول لمشاهدينا او الحاضرين ان معانا ضيوف كتير لكن بالذات احب اقدم الفنان الكبير صباح فخري. أشكر التلفزيون الأمريكي العربي اللي قدم الحفلة الرائعة لنزار قباني خصوصا للجيل الجديد اللي تفهموا لأول مرة وشافوا شخصيا. والفضل يرجع للتلفزيون العربي الأمريكي وشكرا. والله هذا مجهود جميل جدا من التلفزيون العربي الأمريكي اللي أحضر لنا حبيبنا الشاعر الكبير نزار قباني إلى بيتنا هنا في لوس أنجلوس اللي كنا نتمنى نشوفه وكناش ممكن نشوفه لولا فضل التلفزيون العربي الأمريكي. الواقع أن التلفزيون العربي أثبت موجوديته كجهاز إعلامي في المهجر وعله دائما سباق لهيك حفلات وندوات، وكانت الندوة الشعرية اللي أقامها الشاعر الكبير نزار قباني رائعة جدا. نتشكر التلفزيون العربي على هدية الحلوة. طبعا نزار سفير الكلمة العربية شيء ما معقول كان. I was very proud وبشكر التلفزيون العربي كتير كتير إنه قدر يقدم للناس شيء لازم كل الناس تعرف عنه.